مرحبا بكم مشاهدي قناة مساواة في هذا العدد الجديد من مترو الصحافة، والذي سنقدم لكم من خلاله استعراض لأهم وأبرز عناوين وسائل الإعلام ووكالات الأنباء. بداية دعونا نلقي نظرة على وسائل الإعلام العالمية والعربية كيف تناولت عناوينها ونعود. نبدأها من RT عربية: أردوغان يفضح الحلفاء الأمريكيين، 5000 شاحنة سلاح دخلت سوريا. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الولايات المتحدة باتت تهدد الأمن التركي من خلال إرسالها كمية كبيرة من الأسلحة إلى شمالية سوريا، أين ينفذ الجيش التركي عمليات عسكرية الجيش التركي عمليات عسكرية ضد الأكراد. وأوضح أردوغان في مقابلة بثتها قناة NTV التركية أن الولايات المتحدة أرسلت 5000 شاحنة أسلحة و2000 شحنة جوية تحمل أسلحة إلى شمالية سوريا بذريعة مكافحة تنظيم داعش الإرهابي. ولفت إلى أن الولايات المتحدة أقامت 20 قاعدة عسكرية في الشمالي السوري، متسائلا ضد من هذه القواعد. أما BBC، إسرائيل تنفي ضلوعها في اغتيال العالم فادي البطش. ترك بريتس تساءل هل تستعد تركيا لمواجهة عقوبات أمريكية، وأضاف الموقع أن مسؤولين أمريكيون جددوا تهديدات سابقة بفرض عقوبات على تركيا، وذلك على خلفية تنامي العلاقات بين أنقرة وموسكو مؤخرا، كما حذر هؤلاء من عواقب محتملة قد تطال أنقرة إذا لم تقم بالإفراج عن القس الأمريكي الموقوف في مدينة إزمير منذ عام 2016 على ذمة اتهامات تتعلق بالتجسس والإرهاب. وكالة الأناضول التركية: أردوغان التهديد يأتينا أولا من واشنطن لتقديمها السلاح مجانا لبيبي كاكا. فرانس 24: إيران تلوح بالعودة إلى تخصيب اليورانيوم إذا تخلت واشنطن على الاتفاق النووي. أما الشرق الأوسط اللندنية فما زالت تتناول إطلاق نار على طائرة تصوير بدون طيار غير مصرحة فوق حي سكني بالرياض. رأي اليوم نقلا عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: أردوغان يعترف بوجود مساع أمريكية لإعادة هيكلة الشرق الأوسط انطلاقا من سوريا والعراق. وتساءل الموقع في مقاله ما هي استراتيجية لمواجهته، ولماذا نعتقد أن تركيا ستكون التالية على طاولة التقسيم الأمريكية الإسرائيلية. وأضاف أن تركيا لا تستطيع التصدي لهذه المؤامرة الأمريكية التي تريد إعادة هيكلة المنطقة ورسم خرائط جديدة لها لوحدها، وإنما بالعمل مع جيرانها السوريين والعراقيين في إطار استراتيجية محكمة، ولكنها أي تركيا لا تفعل ذلك للأسف، وتضع قدما في أمريكا والأخرى في روسيا وحلفائها، وتصدر بيانا تؤكد فيه دعمها للعدوان الثلاثي في سوريا. موقع إيلاف: أردوغان الولايات المتحدة تهدد الأمن القومي. أما جريدة التحرير المصرية: S-400 الروسية تضع العلاقات التركية الأمريكية على حافة الهاوية.